حفظكم الله. هذا أبو عبد الله من حفر الباطن يقول: فضيلة الشيخ، ما التوجيه من فضيلتكم للذين يسمون أولادهم بأسماء غربية وغريبة في نفس الوقت؟ يستحب تحسين الأسماء، أن يختار لأولاده الاسم الحسن، لأن الاسم الحسن له تأثير على المسمى، ويحرم أن يسمي أولاده بعبد الحسين أو عبد الرسول، تعبيد لغير الله عز وجل محرم، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. لا يحرم تسمية الأولاد بالتعبيد لغير الله عز وجل، ويستحب تحسين الأسماء. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، يعبده لله عز وجل. وكذلك لا يسميه بالأسماء المكروهة، لا يسميه بالأسماء المكروهة التي ينفر منها السمع، لأن هذا إساءة إلى المسمى. ويحرم أن يسميه بأسماء الشياطين، وكذلك الأسماء الأعجمية التي فيها معنى سيء لا يسميه بها. أما الأسماء العجمية التي ليس فيها معنى سيء فلا مانع من التسمية بها، لأن الأسماء ليست خاصة بالكفار، مشتركة، فيسميه بالاسم الحسن، ويختار تعبيده لله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن، عبد العزيز وهكذا، أو محمد أو صالح أو كل اسم يحمل معنى حسنا. نعم.